المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. برحب بحضرتك على تيلين سبورت. اهلا وسهلا، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. ازاي قدرتوا تشتغلوا مع الشباب بتوعنا لحد ما شاء الله وصلوا طبعا للذهبية في بطولة الصين الأخيرة؟ والله طبعا ما فيش حاجة بتيجي صدفة ولا حاجة بتيجي مرة واحدة، خلاص. فده نتاج شغل يعني أكتر من 10 سنين مع الولاد دول. سلمى تحديدا احنا بدأنا معاها من يمكن 2014 لما انضمت لأول مرة عشان نجهزها لأولمبياد الشباب 2018، اشتغلنا معاها 4 سنوات. إسلام كان مثل مصر في أولمبياد الشباب 2010، فإسلام من اللعيبة المخضرمة حاليا في المنتخب، واللي بدأنا معاه يمكن من 2006 أو 2007. الموضوع بياخد وقت، الموضوع يعني بنجتهد وهما بيجتهدوا معانا الحقيقه، وكل سنه بنطور نفسنا اكتر شويه اكتر شويه، بنراجع نفسنا نشوف الاخطاء ايه، نشوف ايه اللي نقدر نعمله اكتر خلاص وافضل للاعبين، فبنطور من نفسنا كل فتره لغايه ما وصلنا لهذا المستوى الحمد لله. لو عاوزين نكلم الساده المشاهدين عن الخماسي الحديث بشكل عام. الخماسي الحديث هو لعبه الرياضي الكامل. اللعبه دي اخترعها بيير دي كوبرتان، مخترع الالعاب الاولمبيه في 1912، كان بيدور على لعبة مركبة تبقى عاملة الرياضي الكامل، ففكر في ألعاب الفروسية والسباحة والجري والرماية والسلاح الشيش. وفي هذا التوقيت ده كان وقت حروب والكلام ده كله، فكان هو دي الرياضي اللي يعرف يعمل 5 دول هو فعلا الرياضي الكامل. وانطلقت من أول ستوكهولم 1912 أولمبياد، وإلى يومنا هذا الخماسي في الدورات الأولمبية. بتجهزوا بقى إزاي بقى لأولمبياد طوكيو؟ احنا بنجهز بقالنا طبعا من اولمبياد ريو، واحنا بنجهز لاولمبياد طوكيو مع منتخبنا. منتخبنا في تطور مستمر، عدد المدربين كمان احنا بنطور في مدربينا، احنا بنعتمد على جهاز مصري الحقيقه كامل خلاص. احنا يمكن مشينا مدرب الاجنبي في 2011 تمام، وقررنا ان لو عايزين نوصل ان احنا نحقق ميداليات في الاولمبياد وبطولات العالم لازم نعتمد على نفسنا ونطور المدرب المصري انه يوصل لاعلى كمان من المدرب الاجنبي، وده اللي حصل فعلا. وحاليا في مدربين مصريين دلوقتي هم مدربين منتخبات زي جنوب افريقيا، زي غواتيمالا، زي ايرلندا، يعني منتخبات كتير دلوقتي بتدور على مدربين مصريين انها يمسكوا منتخباتها. هنقدر ناخد ان شاء الله باذن الله ميداليات في طوكيو؟ ان شاء الله. يعني احنا حاليا ماشيين في التراك الصح، لعبتنا من في التصنيف في 10 الاوائل على العالم، قادرين على تحقيق ميداليات. انما الرياضه لازم تعرف ان الرياضه ما فيهاش كبير، يعني في اليوم نفسه ايه اللي هيحصل محدش يعرف. البرازيل هي رقم 1 في الكوره، خلاص ممكن تتغلب من فريق ضعيف وتخرج من اي دور، ده وضع طبيعي. ففي الرياضه احنا بنجتهد بنعمل اللي علينا، نتمنى ما يبقاش في اي اصابات ونقدر نوصل نعلي كمان لاعبتنا الى ان نوصل في اليوم المحدد للعب، نكون فيه يعني كامل القوه البدنيه والذهنيه والراحه وكل حاجه، ساعتها ان شاء الله ربنا هيكرمنا نوصل للميداليه. شايف ان اللعيبه بتوعنا خدوا التقدير اللي كان اللي يستحقوه، خاصه بعد حصولهم على ذهبيه في بطوله الصين الاخيره؟ لا طبعا ما اقدرش اقول ان هم، انا من وجهه نظري انهم يستحقوا اكتر من كده بكتير الحقيقه تمام، انما في اسباب كتير تخلي ان التقدير ما يبقاش بالشكل اللي احنا نتمناه، مش للرياضيين بس في الخماسي، لجميع الرياضيين الحقيقه. احنا من اول يعني يمكن دوره الالعاب الافريقيه للشباب، دوره الالعاب الافريقيه للكبار، اولمبيات الشباب. تخيل الحقيقه ان اولمبيات الشباب لغايه دلوقتي ما اتكرموش. اولمبيات الشباب اللي هي مصر جابت فيها اعلى تاريخ ميداليات في تاريخها، 12 ميدالية أولمبية منها 3 ذهب و2 فضة و7 برونز، حتى يومنا هذا لم يتم تكريمهم خلاص، ودي خلصانة في أكتوبر 2018. التكريم لازم يجي في الوقت المناسب، مش بس تكريم معنوي، تكريم معنوي وتكريم مادي الحقيقة على قدر الإنجاز. دي حاجات مهمة جدا. في ظروف وفي أسباب، والظروف هتفضل موجودة على فكرة مش هتتغير تمام، إنما لازم نحسس اللعيب إن كل حاجة بتتعمل له عشان يقدر يكمل وينجز اكتر واكتر. المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا ليك، شرفتني. شكرا.